السلام عليكم ورحمة الله. أحبائي في الله، مرحبا بكم في لقاء جديد، وكنتمنى يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال كالعادة بإذن الله. على خلاف العادة، كنظن إلى الذاكرة ما خانتنيش، فهذه أول مرة غادي نتكلم لكم على شي منتوج منظف للبشرة. جبت لكم اليوم من لاغام أو للابوغاتوار أورياج ويل لافونت، منتوج جد هائل اقتصادي، عنده مفعول أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه جيد جدا. وهنا كنوجه الكلام ديالي بالخصوص أصحاب البشرة الجافة والبشرة المختلطة اللي كتنشف فصلي الخريف والشتاء. علاش قلت اقتصادي؟ لأنه صالح للبشرة والجسم، خاصة الناس اللي كيعانيوا من جفاف جلد الجسم ديالهم. وكما العادة ننصحكم أنكم تأخذوا الحجم الكبير ديال 500 ml، يعني نصف لتر، لأن كما كتعرفوا دائما فالحجم الكبير كيبقى دائما حجم اقتصادي من ناحية ديال الجيب، باش كنستافدوا أكثر. احنا كنعرفوا أن الحجم الأكبر كما قلت لكم كيبقى دائما اقتصادي، فهو ابتداء هاد 500 ml او نصف لتر ابتداء من 170 درهم في لي باغا فارماسي. هاد المنتوج كيجي على شكل زيت منظف اللي يمكن لينا نستعملوه يوميا بدون يعني ضرر او خوف، لانه مرطب فعال بنسبة 1000%. واللي كيخليه يكون مرطب فعال هو الشكل ديالو او التركيبة ديالو اللي هي على شكل زيت كريم، زيت جل عفوا. فاحنا كنقدروا نستعملوه يوميا، فيه واحد رائحه اللي هي هادئه وزوينه بزاف. عاد هاد الرائحه كذلك ما كتمنعوش انه يكون منتوج عنايه بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه، كساسوا يعني في الجلد ديال الجسم ديالهم او الوجه ديالهم، سورتو الناس اللي عندهم يعني لابو اتوبيك او الحم ديال الجسم ديالهم كيتقشر لهم، اكيد لهم قشور من كثره الجفاف ديالهم او الجفاف ديالو او حتى كيتهيج لهم. فبالعكس فأورياج ويل لافونت منتوج كيمنح ترطيب عالي لطبقات الجلد الخارجيه بلا ما كنساو يعني او ينسى الوظيفه الاساسيه ديالو اللي هي التنظيف وإزالة الأوساخ والأتربة والشوائب العالقة بالجلد ديالنا، خالي من الصابون، خالي من البارابين، يعني مواد اللي هي كتعدي لنا البشرة وكتزيد كتنشفها وكتعطينا من بعد على المدى البعيد واحد المضاعفات واحد الأضرار كارثية بالنسبة للجلد ديالنا. كيغدي لنا الجلد بفضل التركيبة الفريدة ديالو كما قلت لكم، فهو كيجي على شكل زيت وجل في نفس الوقت، وهذه تركيبة نادرا في ما كنلقاوها في أغلب المنتجات يعني اللي مختصة في تنظيف البشرة. فهذاك الكومبوزون ديالو أو ديك التركيبة ديالو على شكل زيت هي اللي كتخلي منه كما قلت لكم قبيلة جل فعال جدا في تنظيف وترطيب البشرة في آن واحد. كذلك كيمنح الجلد واحد الفيلم أو إلا بغينا نقوله واحد الطبقة اللي هي رطبة دهنية كيخليها فوق الجلد ديالنا، وهاد الطبقة فهي كتحميه من الاعتداءات الخارجية، خاصة وأهم اعتداء وأهم قسوة وأهم مشكل هو جفاف البشرة. فالمركبات الدهنية ديالو ولو تيرمال اللي منساوش كتميز به المنتجات ديال أورياج أو المنتجات ديال فيشي أو المنتجات ديال لاوش توزي أو المنتجات ديال أفن، فكلها كتميز بأهم تركيبة أساسية اللي هي لو تيرمال. وإحنا كنعرفو لو تيرمال ودور ديالو في منع تهيج وحساسية البشرة، في تهدئة البشرة، في ترطيب البشرة، فهذه كلها فوائد ديال لو تيرمال. فهاد المركبات الدهنية وهاد لو تيرمال كيخليو من أورياج ويل لافونت واحد الواقي جيد من قساوة الماء، وحنا كنعرفو
بأن الماء غني جدا بالكالكير، وهذه المادة فهي قاسية جدا على البشرة وعلى الجلد ديالنا. ف اورياج بي لافونت منين كنبداو نغسلو به فهو كيحمي لينا دوك يحمي لنا الجلد ديالنا من دوك لي زاغريسيون ديال الكالكير اللي كاين في الماء. و ما نساوش بان الكالكير عنده واحد الدور مهم في جفاف البشره، فهو العنصر والمسؤول الاول عن جفاف البشره ديالنا. فاورياج بي لافونت كيحمينا من القساوه كيف ما قلت لكم ديال الكالكير. من ابرز مكونات احنا هضرنا فهي لوتيرمال، عرفنا كذلك الفوائد ديال لوتيرمال، كذلك فيه الجليسيرين، احنا كنعرفوا المفعول الجيد جدا ديال الجليسيرين ولا ما له من فوائد ترطيبيه بالدرجه الاولى، بحيث ان الجليسيرين كيحافظ لنا على الماء داخل الجلد وما كيخليش الجلد ديالنا يفقد لنا الماء اللي هو اللي مكون منه هذاك الجلد، لان احنا كنعرفوا بان الخلايا والجلد فيه واحد النسبه هائله ديال الماء، فالجليسيرين كيحافظ لنا على ديك النسبه ديال الماء داخل ديال الجلد ديالنا وما كيخليهش ينشف. هذه كلها مواد كما كنعرفوا مرطبه وصديقه البشره، الجميل في هذا المنتوج والدليل على الجوده ديالو. كذلك فأورياج بيل لافونت كنقدروا نستعملوه حتى للرضع، يعني لي بيبي لي نوفوني الوليدات اللي هما باقيين يلاه تزادوا، فكنقدروا نغسلوا اليوم بأورياج بيل لافونت بدون خوف، لان ما فيه حتى شي مواد اللي هي ضاره، فهو امن جدا جدا. انا بالنسبه ليا يعني الناس اللي عندهم لي بيبي يلاه زادوا وكيبغيو حتى يغسلوا ليهم الشعر ديالهم، ف هو أورياج بيل لافونت خاص بالنسبه للجسم والوجه، فلما لا علاش دوك الوليدات دوك لي بيبي نغسلو ليهم حتى شعرهم بهاد أورياج بيل لافونت. حنا كنعرفو بان الوليدات لي بيبي كتبدا تكون عندهم ديك القشره اللي كتكون في الراس كتسمى بالكروت دو لي او ديك القشره ديال الحليب كما كنقولو، ف كنرطبوها اليوم بفازلين ونغسلو من بعد بهذا بأورياج بيل لافونت. كنديرو فازلين طبيعه الحال طبيه طبيعيه ما فيها حتى شي اضافه، كنخليوه تقريبا واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق، ومن بعد كنغسلو بأورياج بيل لافونت الشعر ديالهم والجسم ديالهم، فما كاين منها حتى شي خوف، فهو منتوج جد جد امن كيف ما قلت لكم قبيله. كنتمنى انني ما نكون غفلت حتى شي نقطه اللي كتهم هذا المنتوج ديال أورياج بيل لافونت. الناس اللي مهتمين وعندهم بشره جافه الى جد جافه او مختلطه وكتنشف لهم فصل الخريف والشتاء، فكنصحكم تاخذوا أورياج بيل لافونت، فراه جل زيت مغذي ومنظف بالدرجه الاولى، فخذوه بعينكم مغمضين. والثمن راه عادي نعاود نكرر، حيت واخا كنعطي الثمن فكيجوني في التعليق شحال الثمن ديال هاد لو برودوي، فابتداء من 170 درهم. كنتمنى الى عجبكم المحتوى او الفيديو ديال اليوم ولقيتوا انه كيستحق انه ديروا ليه لايك، فما تبخلوش عليا باللايك، ما تبخلوش عليا بالبارتاج مع الاهل والاحباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كنتمنى لكم امسيه سعيده، كنضرب لكم موعد جديد في فيديو جديد باذن الله. كانت معكم هذه وفاء من قناتكم كوان بوتي، دمتم في امان الله، الى اللقاء.